بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدين جمهورنا الكريم، انطلق الشوط الرابع للخيل المهجنة الأصيلة تكافؤ الدرجة الخامسة ولمسافة قصيرة 1200 متر بمشاركة 14 راس في هذا الشوط. نتابع الآن اندفاع الجياد أندريا مع يوسف الهاجري، المدرب محمد علي يوسف الشيب وملك السيد نايف الهاجري في المركز الأول، والصدارة أيضا الصارم ومحاولة التقدم مع مارفن السيور لدى المدرب زهير محسن وملك السيد خالد راشد الخيارين، وايضا في ثالث المراكز مع بلاك اورنج وكارلو فيوتشي المدربه ديبور ماونتن، محاوله قويه في هذا الشوط مع المهندس حسن عبد الملك. نتابع الان محاوله من لويس مع فالح بوغنيم ملك وتدريب السيد حمد الجهني، ومحاوله ايضا من الجهه الخارجيه لكثر من راس. اذا نتابع هنا اخر 400 متر اندفاع الجياد الصرف الصداره، محاوله قويه من بلاك اورنج مع كارلو فيوتشي من الجهه الخارجيه الفوز، ومحاوله تاون كراير مع هاري بنتلي مرشح في هذا الشوط. نتابع الان الشعر الأصفر والبني في المركز الأول مع كارلو فيوتشي المدرب ديبور ماونتن إلى المركز الأول، والصدارة رقم 7 أيضا للمهندس حسن علي عبد الملك العبد الملك بفارق فعلا إلى المركز الأول وصدارة الشوط الرابع. إذا ألف مبروك تانينا المركز الأول من خلال رقم 7 بلاك أورنج والمدربة ديبور. إذن هنا النتيجة الرسمية والنهائية للمركز الأول والصدارة مع رقم 7 بلاك أورنج المدربة ديبور ماونتن وملك المهندس حسن علي عبد الملك العبد الملك والخيال كارلو فيوتشي. في ثاني المراكز لرقم 3 تاون كراير المدربة محمد جاسم الغزالي ملك السادة مربط إنجاز والخيال هاري بنتلي. المركز الثالث مع رقم 8 تشاينا كلاب المدرب حمد أحمد المالك الجهني ملك السيد أحمد حسن المالك الجهني والخيال مارك ليرنر. بينما المركز الرابع لرقم 9 لويس ملك وتدريب السيد حمد أحمد حسن المالك الجهني والخيال فالح بوغنيم. خامس المراكز لرقم 4 الفوز مع المدرب محمد جاسم الغزالي ملك السيد شعيل بن خليفة بن جاسم الكواري والخيال جيمي جامبر. ألف مبروك للفائزين في هذا الشوط.